في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمستمعين قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى كتاب القضاء وهو فرض كفاية يلزم الإمام نصب, نصب من يكتب يلزم الإمام نصب من يكتفى به في القضاء ويجب على من يصلح له اذا اذا طلب ولم يوجد غيره الاجابه اليه وان وجد غيره فالافضل تركه ومن شرطه ان يكون رجلا حرا مسلما سميعا بصيرا متكلما عدلا عالما. بارك الله فيك، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. وزدنا علما وهدى واجعل ما علمتنا حجه لنا لا علينا واجعلنا هداة مهتدين برحمتك يا ارحم الراحمين. انتهينا من كتاب الجهاد ولله الحمد وندلف الان الى كتاب القضاء وقد يتساءل متسائل لماذا جعل كتاب القضاء بعد كتاب الجهاد؟ لماذا جعل كتاب القضاء بعد كتاب الجهاد هذا الذي جرى عليه اكثر الفقهاء رحمهم الله في جعل كتاب القضاء بعد كتاب الجهاد بل هو آخر الكتب الفقهيه الفقهاء رحمهم الله رتبوا ابواب الفقه وكتبه بل ومسائله داخل الباب الواحد او الفصل الواحد ترتيبا منطقيا عقليا فهم اولا يتكلمون عن احكام العبادات لانها الغايه من خلق الانسان وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ثم يتحدثون عن المعاملات لان الانسان حتى يقوم بطاعه الله عز وجل ويقوى على الواجبات الشرعيه يحتاج الى نفقه والنفقه لا تحصل الا بطريق الكسب والتجاره والتعامل مع الناس فناسب أن يذكر كتاب البيوع بعد كتاب العبادات أو كتاب المعاملات عموما طبعا كتاب المعاملات يشمل أحكام التجارة في أنواعها والكثير من العلماء يعبر عنها بكتاب البيع لأن البيع هو أشهر أنواع التجارة وأكثرها تداولا وحتى غير التاجر أيضا هو يتعامل بالبيع والشراء لحاجاته ولذلك يسمونه كتاب البيوع يدخل في المعاملات أيضا ما يتعلق بأحكام الأسرة من النكاح والطلاق وأحكام النفقة والحضانة وما يتعلق بها ثم يلي ذلك الحديث عن العقوبات الشرعية وهو الكتاب الثالث كتاب العقوبات الشرعية بأنواعها سواء كانت حدودا أو قصاصا أو تعزيرا ثم يليه كتاب الجهاد كتاب الجهاد وهو ألحق بكتاب العقوبات أو ذكر بعده مباشرة لأنه نوع من العقوبة للكفار على صدهم الناس عن سبيل الله وفتنتهم في دينه وأخيرا ختموا بكتاب القضاء والخصومات والشهادات والبينات لأن الناس إذا حصلت بينهم معاملات سواء كانت في باب البيوع وأمثاله أو في باب الأسرة وحصل أيضا ما يستوجب العقوبات الشرعية من حدود وقصاص وتعزيرات وحصل الجهاد أيضا مع الكفار فإنه سيقع بينهم كثير من الخصومات والاختلافات فيحتاجون إلى القضاء الذي ينصف بعضهم من بعض ويحكم بينهم بالعدل فناسب ان يجعل اخر الكتب الفقهيه والقضاء اصح ما يقال في تعريفه انه تبين الحكم الشرعي في الخصومات وامثالها والالزام به تبيين الحكم الشرعي في الخصومات وأمثالها والإلزام به. فقولنا تبيين الحكم الشرعي هذا هو حقيقة القضاء، هو بيان لحكم الله عز وجل في هذه الخصومة التي حصلت بين طرفين أو أكثر. وقولنا في الخصومات هذا هو موضوع القضاء في الأصل. القضاء إنما جعل لأجل العدل بين الناس وإنصاف بعضهم من بعض ومنع التعادي والتظالم بينهم هذا هو مقصود القضاء ولهذا كان القضاء فرض كفاية كما سيأتي بعد قليل لا بد منه لا يمكن أن تستقيم أحوال الناس وتصلح أمورهم ويمنع ظلم بعضهم لبعض إلا عن طريق القضاء ليس كل الناس أيها عنده فقه وعلم بحيث يعرف ما له وما عليه وكثير من عنده علم بما له وعليه عنده هوى فيتبع هواه ويقع في الظلم عمدا نسال الله العافيه فيحتاج الى سيف السلطان حتى يردعه عن ظلمه ويوقفه عند حده قلنا هو تبيين الحكم الشرعي في الخصومات وامثالها وبعضهم يقول وغيرها لماذا قلنا وامثالها او قلنا او غيرها لان هناك احكاما قضائيه ليس فيها خصومه بين طرفين لكن لا بد فيها من حكم القاضي حتى تثبت شرعا ويعرف كل واحد من الطرفين حقه وما له وما عليه مثل ما لو حصل طلاق من زوج لزوجته بالثلاث أو طلقها وهي حائض أو طلقها في طهر جامعها فيه أو اختلف هو وزوجته في مقدار النفقة الواجبة له هو يقول نفقتك مثلا ألف ريال في الشهر وهي ثلاثة آلاف في الشهر وكلاهما صاحب انصاف وعدل يريد شرع الله عز وجل لكنهم لا يعرفان ما الحكم الشرعي في مثل هذه القضايا هذه عبارة عن أمثلة والأمثلة كثيرة فيذهبان إلى القاضي ويعرضان عليه هذه القضية فيصدر حكما شرعيا يبين هل الطلاق وقع أو لم يقع وهل وقع واحدة أو أكثر ويبين أيضا مقدار النفقة الواجبة على الزوج تجاه زوجته فهذه لم يحصل فيها خصومة لم يحصل فيها خصومة وخلاف بين الطرفين لكنها تحتاج الى حكم شرعي يبين الواجب على كل طرف ويذكر كثير من كبار السن انهم مر عليهم ولله الحمد عقود من الزمن قبل ان يرق الدين في نفوس الكثيرين مع الاسف في زماننا اليوم وقبل ان يشرب الناس حب الدنيا والتكالب عليها انه احيانا يختلف الجار مع جاره او الاخ مع اخيه او الصاحب مع صاحبه او الرجل في السوق مع احد رواد السوق من الباعه او المشترين ولا يعرف احدهما هل هذا من حقه ام لا او قد يكون احدهما مقتنعا بان هذا حقه والاخر ينازعه الراي. فيقول أحدهما لصاحبه انظر العجب اذهب إلى القاضي وأخبره بالواقعة وما يحكم به فهو محل رضا نحن نريد شرع الله عز وجل يقول لخصمه اذهب إلى القاضي وعرض عليه المسألة وأخبرني بما يحكم به وأنا موافق وهذا كثير سبحان الله حصل مع آبائنا القريبين وأجدادنا لصفاء النفوس والخوف من الله عز وجل وكل إنسان يريد أن يبرئ ذمته كل إنسان يريد أن يبرئ ذمته بل أذكر أن والدي رحمه الله وجعله في الفردوس على والديكم وسائر المسلمين يقول أن أبي يعني جدي صالح الفوزان رحمه الله وكان من أهل البذل والعطاء وهو عميد الأسرة ووجه من وجوه أهل القصيم ومعروف هناك وزوجته مثله في الورع والدين يقول وجدت عدة دراهم ذهبية في ذلك الوقت يسمونه فرنسي في, في ممر البيت وقالت يا أبا فلان هذه نقودك سقطت منك قال أبدا لا أذكر أنه سقط مني شيء هي لك أنت قالت لا والله لما فقد شيئاً هي لك أنت ولا تجعل في ذمتي شيئاً وكل واحد يحلف أن لا يأخذها لأنها ليست حقه حتى اتفق على التصدق بها يا سبحان الله يا أخوان يعني شيء عجب في الورع عن الأمر المشتبه دعك من الشيء الحرام دعك من الشيء الحرام لم يتفق على صرفه في النفقة على البيت مع أنه من أحدهما يعرف أنه لم يأتي أحد في ذلك اليوم للبيت هذا سبحان الله كان ديدنا آبائنا وأجدادنا إلى عهد قريب يندر أن يحصل بينهم خلاف يندر فإن حصل خلاف بينهم أو نزاع أو مخاصمة أحدهما يقول لخصمه اذهب إلى القاضي واعرض عليه القضية وما يحكم به فمحل رضا الجميع محل رضا الجميع ولهذا سبحان الله كان القضاة وبعضهم لا يزال حيا من كبار السن ليس هناك محكمة أو دار للقضاء هو يدرس في المسجد أو أحيانا يذهب إلى السوق كما كان سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كنت ألقيت محاضرة قبل فترة في مدينة الدلم وهو عين قاضيا ثلاث عشرة سنة هناك في الدلم وله جامع في وسط البلد في السوق فيريني بعض كبار السن مجلسه في السوق والناس يبيعون ويشترون بأنواع البضائع فكان يجلس في طرف السوق على سرير يتكئ عليه رحمة الله عليه ويفتي الناس ويدرس ثم يأتي أحيانا يختلف الناس بشيء جاء وله وقضى بينهم في دقائق معدودة وتنتهي القضية سبحان الله يعني هذا شيء قريب ليس بعيدا لكن اليوم مع الأسف الشديد تجد أن كثيرا من الناس لا يتورع عن أكل الحرام والمطل بالحقوق وأكل أموال الناس بالباطل ثم إذا اشتكى المظلوم إلى القاضي ذهب يتحايل بأنواع الحيل وربما يحلف كاذبا والعياذ بالله وقد يأتي بشهود زور ويدفع لهم الرشاوة لأجل تقرير باطل لا يستحق نعوذ بالله من هذه الحال فالله المستعان إذا قلنا القضاء هو تبيين الحكم الشرعي في الخصومات وأمثالها والإلزام به، لماذا هذا القيد؟ لماذا هذا القيد؟ لنخرج الفتوى، احسنت. لأن الفتوى هي تبيين الحكم الشرعي من دون إلزام من دون إلزام. المفتي لا يلزم الناس بفتوى. إذا سئل هذا حلال أو حرام أو واجب أو مستحب أو مباح أو مكروه فإنه يبين الحكم ولكنه لا يملك الإلزام لا يملك الإلزام بخلاف القاضي فإن القاضي يبين الحكم الشرعي في المسألة التي تدخل تحت اختصاصه ويلزم به لأن حقيقة القاضي أنه نائب عن الوالي عن الإمام الاعظم في الدوله. الاصل في القضاء ان الذي يقضي بين الناس هو ولي الامر هو الملك هو الرئيس الخليفه لكن لما كان ذلك غير مقدور عليه او متعسرا ان يحكم في كل القضايا فلا وقت عنده والقضايا كثيره ومشاكل الناس متعدده امر بان يجعل له نوابا ينوبون عنه في الفصل في الخصومات والقضاء بين الناس. ولهذا فهم يحكمون بحكم السلطه. اذا قضى بشيء واكتسب هذا الحكم القطعيه كما هو الحال في زماننا اليوم اقول في الازمنه القريبه ما كان هناك هيئه تمييز ومجلس القضاء الاعلى او محكمه استئناف او المحكمه العليا. كان القاضي يحكم وينفذ الحكم حتى في الحدود التي فيها قتل وقطع وجلد يحكم ثم يرفع الأمر إلى الملك أو الرئيس وينتهي الأمر بين هذين الرجلين بين القاضي وبين ولي الأمر الذي يأمر بتنفيذ الحكم أما ما دون الحدود التي فيها قتل وقطع ونحوه فسجد القاضي يصدر حكمه يكتسب الحكم القطعية في الحال ليس هناك جهة أخرى يستأنف لديه الحكم لكن لما كان بعض القضاة ليسوا على درجة من الفقه والتمكن والحرص ووجد أخطاء عديدة من بعض القضاة أو أحيانا القضية تكون شائكة لا يعني يكفي فيها رأي قاض واحد رؤية أن من المصلحة أن يجعل هناك محاكم عليا يستأنف لديها الحكم اذا لم يرضى به احد الخصمين. وهذا لا شك انه شيء جيد ومفيد لانه يؤكد على مزيد من العداله. وان يكون الحكم موافقا للشرع. وايضا ليقطع الطريق ربما على بعض الاهواء بعض اصحاب اهل الاهواء وان كانوا من القضاة فليسوا معصومين. ولهذا اخبر النبي عليه الصلاه والسلام ان القضاة ثلاثة. قاضيان في النار وقاض في الجنة فالثلثان في النار نسأل الله العافية خطورة الأمر فكانت المصلحة تقتضي فعلا أن يجعل هناك جهات للترافع والاستئناف لديها فإذا أقرت حكم القاضي أو أبدت ملحوظاتي على حكمه وأرجعتها إليه فحكم بما تراه تلك الهيئات والمحاكم العليا اكتسب الحكم القطعية وأصبح واجب النفاذ واجب النفاذ اذا هذا هو معنى القضاء تبين الحكم الشرعي في الخصومات وامثالها والالزام به قال المصنف رحمه الله وهو فرض كفايه يعني القضاء القضاء فرض كفايه اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين وان لم يقم به احد او قام به من لا تحصل بهم الكفايه فان الامه كلها اثمه كل المكلفين كل المكلفين من الرجال والنساء وهذا هو الحكم والشان في كل فروض الكفايات اذا قلنا هذا الشيء فرض كفايه كما في القضاء وكما في الأمر بالمعروف عن المنكر وكما في الجهاد في سبيل الله وكما في تعلم العلم النافع من العلوم الشرعية وغيرها وتعليمها والتطبيب وغير ذلك ما يحتاجه الناس والصناعات المدنية والعسكرية التي تحتاجها الأمة كلها من فروض الكفايات إذا قلنا أنه فرض كفاية معناه أنه إذا قام به من تحصل بهم الكفاية وتسد بهم حاجة الأمة وتحقق مصالحها سلمت الأمة كلها من الإثم لأنه حصل المقصود لله الحمد وقامت الأمة بالواجب ببعض أفرادها وإذا قصرت الأمة في القيام بهذا الواجب الكفائي أثمت الأمة كلها رجالها ونساؤها وقد يقول قائل سبحان الله فهمنا أن القادر على القضاء ولم يقم به آثم واضح لأنه لم يقم بهذا الواجب الشرعي الذي وجبه الله على الأمة مع قدرته عليه لكن ما شان غير القادرين من الجهلة والنساء اللاتي أصلا لا يجوز لهن القضاء وما أشبه ذلك نقول نعم واجب غير القادرين في كل فروض الكفايات أن يحض القادرين ويحثهم ويبعث هممهم ويشحذ عزائمهم على القيام بما أوجبه الله عز وجل فالدين النصيحة وتعاونوا على البر والتقوى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والمؤمنون والمؤمنات كلهم لاحظوا والمؤمنون والمؤمنات كلهم بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر سبحان الله ولأجل هذا اختلف العلماء أيهما أفضل القيام بفرض العين او فرض الكفايه. جمهور العلم على ان فرض العين افضل واكد ولولا انه اكد واهم لما جعله الله فرض عين على كل مكلف مثل الصلوات المكتوبه وصيام رمضان وبر الوالدين الى اخره. وبعضهم قال ان فرض الكفايه اكد لان الامه لو قصرت فيها اثمت الامه كلها بخلاف فرض العين ياثم الذي تركه فقط. رأيتم سبحان الله يعني وجهة نظر هؤلاء والصحيح ان فرض العين آكد واهم ولذلك جعله الله فرض عين لكن هذا يدلك على ان القيام بفرض الكفاية قد يكون اعظم اجرا واحب الى الله عز وجل وازكى عنده واحظى لديه من القيام بفرض العين سبحان الله لان فرض العين نفعه قد يكون قاصرا على الشخص بخلاف فرض الكفايه فانت تسقط الاثم على الامه جمعاء وبهذا تدرك يا اخي ما نحن فيه من البلاء وما نمارسه من المنكر صباح مساء ونحن لا نشعر القعود عن القيام بفروض الكفايات الدعوه الى الله عز وجل والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتبليغ دين الله للعالمين واقامه الحجه على الناس والقيام بانواع الصناعات المدنيه والعسكريه والعلوم الدينيه والدنيويه التي تحتاجها الامه وتتوقف عليها مصلحتها وعزها في الدنيا والاخره حتى صرنا مع الاسف في ذيل القافله اذله تابعين مع الاسف لكثير من امم الشرق والغرب حتى في السجاد الذي نصلي عليه مع الأسف الشديد فضلا عن ثيابنا ومركوباتنا وبناياتنا وغيرها كلنا نعتمد فيها على غير المسلمين بكل أسف فنحن والله مقصرون ومذنبون بهذا ولهذا يجب يا أخوان نتواصى دائما بالقيام ب مصالح الأمة وفروض الكفايات التي قصرنا فيها كثيرا وهي والله من أسباب تسليط أعدائنا علينا وحصول العقوبات والآفات التي نعيشها لأننا قعدنا عن القيام بالواجب والله المستعان الكفاية أن حتى تتحقق المصلحة إذا وجد قضاة فعلا يسدون حاجة الناس تحققت الكفاية دعوة الان الله المستعان لو لو كل ان كل طلاب العلم يعني جندوا انفسهم للدعوه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح للناس من المسلمين والكافرين فلا اظن انها يعني ستتحقق الكفايه الحاجه ماسه والواجب عظيم لكن الله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم كل انسان يجب ان يتقي الله ما استطاع ويبذل جهده والاخرون يتحملون اثمهم، لكن ان نقعد نحن عن هذا الواجب مع قدرتنا عليه وشده الحاجه اليه فنحن اثمون. ولهذا اجمع العلماء على ان العمل المتعدي الى الغير اجره اعظم من العمل الذي يكون نفعه قاصرا على صاحبه. تعليم العلم يا اخوان والدعوه الى الله عز وجل والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والسعي في قضاء مصالح الناس أعظم أجرا والله وأحب إلى الله من صلاة الليل وصيام النهار ما أيضاً شأنها ولا يعني هذا ما يفهمه بعض الناس مع الأسف ممن لا توازن عندهم الاعتدال أنك ما دمت مشغولا بطلب العلم أو بالدعاء أو بالأمر والنهي معناه لا تقوم الليل ولا تصوم النهار لا يا أخي يمكن أن تجمع بين هذه كلها كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام وأصحابه وأتباعه بإحسانه يفعلون هذا إلى يومنا هذا لكن إذا كنت والله مخيرا بين امرين ان تلقي درسا مثل هذا الدرس المبارك او تامر بمعروف وتنهى عن منكر وتقوم بحاجه مصالح المسلمين او تتعلم العلم النافع الذي تحتاجه الامه من العلم الشرعي والعلم الدنيوي الذي نحن بحاجته وفيه اعزاز للدين وتقويه للمسلمين وبين ان تنقطع لصلاه الليل وصيام النهار نقول اشتغالك بهذه المصالح المذكورة أعظم والله من اشتغالك بنوافل العبادات المذكورة فهذا من الفقه الدقيق الذي يجب أن يفهمه الإنسان ولذلك لما كتب أحد العلماء العباد رحمه الله إلى مالك بن أنس كأنه يلوم على كثرة قعوده للتدريس والقضاء بين الناس و التصدي لمصالحهم والتجاوب مع حاجاتهم رحمه الله عليه ورضي عنه. وانه يعني هذا سيدعوه الى التقصير في في صلاه الليل وصيام النهار وكثره العباده. وهذا سبحان الله يعني مع ان صاحبه مجتهد ومريد الخير لكن يدل على قصر نظره. فرد عليه الامام مالك بمقولته المشهوره وقال له أيها الشيخ أرجو أنك مأجور على ما تفعل وأنا مأجور على ما أفعل وليس ما أنت فيه بأفضل مما أنا فيه وأرجو أن يكون كلانا على خير صدق رحمه الله يقول أنا أتقرب إلى الله وأتعبد إليه بالتدريس والتعليم والنصح للناس كما تفعل أنت حينما تصوم النهار وتقوم الليل أو تقرأ القرآن بل والله فعل مالك بن انس رحمه الله هذا العالم الجهب الذي لا تزال الألسن تلهج بالثناء عليه والدعاء له على بعد مرور ألف 1400 سنه رحمه الله نكاد نجزم انه اعظم اجرا من ذاك الرجل وارفع درجه رحمه الله وان كان ان شاء الله كلاهما على خير كما قال الامام مالك لكن شتان بين من عمله واجتهاده قاصر نفعه على نفسه لا يتعداه إلى غيره وبين عالم جليل نفع الله عز وجل به المسلمين في أصقاع الأرض وعلى مر العصور وربما إلى قيام الساعة شتان والله ولهذا يقول الـ الـ الإمام ابن القيم رحمه الله اسمحوا لي لو استطردت لكن هذه المعاني غاية في الأهمية وأنتم طلاب العلم لابد أن تفقهوها جيدا وتفقهوا بها من وراءكم وهو يتحدث عن قول النبي عليه الصلاه والسلام وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليله البدر على سائر الكواكب وفي في حديث اخر قال عليه الصلاه والسلام وهو اعجب من سابقه قال وفضل العالم على العابد كفضلي على ادناكم انظروا المقارنه بين من ومن ليس فضل العالم على الكافر او الفاسق او الفاجر على العابد المنقطع للعباده انه الفرق بين افضل المخلوقات عليه الصلاه والسلام وبين ادنى رجل من هذه الامه البون شاسع والمسافه بعيده والفرق كبير سبحان الله يا اخوان هذا مقارنه بين العالم والعابد ليس العاصي او الكافر العابد ذكر من اسباب تفضيل العالم على العابد قال ان العالم سبب سعة علمه ودقة فقهه يشتغل بالفاضل عن المفضول فإن في الطاعات سيداً ومسوداً وكبيراً وصغيراً وذروة وما دونها وفاضلاً ومفضولاً فتجد العالم سبحان الله بسبب سعة علمه يشتغل بالفاضل على المفضول وبالأهم عن المهم بخلاف العابد فهو بسبب قلة فقهه تجد قد يشتغل بالمفضولات ويترك الفاضلات فيفوته أجور عظيمة وهو يحسب أنه يحسن صنعة وهناك وجوه أخرى للتفضيل أنا ذكرتها في كتاب فقه التعامل مع الناس لكن هذا منها فسبحان الله يعني العالم بسبب سعة علمه تجد أن الله سبحانه وتعالى يوفقه لفعل عبادات وطاعات قد تكون يسيرة وقليلة لكن أجرها يكون مضاعفا يفوق أولئك المشتغلين ببعض العبادات التي يقتصر نفعها عليهم قال وهو فرض كفاية عرفنا فرض كفاية إذا لا بد أن يوجد في الأمة من القضاة من تحصل بهم الكفاية وتسد بهم حاجة الأمة حيث يحكمون بين الناس وإن كان القضاة لا يكفون أو لم يوجد قاض لا شك أن الأمة كلها آثمة وهذا هو الشان في جميع فروض الكفايات قال يلزم الإمام نصب من يكتفى به في القضاء يلزم الإمام يعني الإمام الأعظم ولأمر المسلمين يجب عليه وهذا من واجبات الإمام أن ينصب من تحصل بهم الكفاية في القضاء يعني يحس أن ينصب ويولي قضاة تحصل بهم الكفايه وتسد بهم حاجه الامه، فهذا من واجبات الامام لان الاصل ان واجبه هو ان يقيم العدل بين الناس. ان يقيم العدل بين الناس، ولما كان متعذرا او متعسرا توليه لذلك كله بنفسه كان الواجب عليه ان ينيب من القضاة في شتى الامصار من يقوم بهذه المهمه. من يقوم بهذه المهمه. لأن مصالح الناس متوقفة على نصب القضاة. ولا يمكن أن يمنع التعادي والتظالم بين الناس إلا عن طريق القضاء فكثير من الناس لا تنفع فيهم مواعظ القرآن ولا بد لردعهم من سيف السلطان والذي يحكم بمعاقبتهم أو أخذ الحقوق الواجبة عليهم منهم أو إلزامهم بذلك الذي يملك ذلك هو القضاء هو القضاء قال ويجب على من يصلح له أن يجب تولي منصب القضاء على من يصلح لذلك بشروط ما هي؟ قال إذا طلب ولم يوجد غيره يجب عليه الإجابة إليه وإن وجد غيره فالأفضل تركه اسمعوا يا خريج كلية الشريعة يقول يجب على من يصلح للقضاء كان مؤهلا وتوفرت في شروط القضاء التي سنذكرها بعد قليل والحاجة دعت لتوليته يجب عليه أن يتولى منصب القضاء ولا يجوز له الاعتذار عنه بشرط أن يطلب لذلك من قبل الإمام هذا الشرط الأول والشرط الثاني ألا يوجد غيره ممن يصلح للقضاء فإن وجد غيره أصبح قيامه بالقضاء مستحبا لا يتعين عليه لا يتعين عليه مثل الأمر بالمعروف والنهي المنكر لو رأيت منكرا وأنتم مجموعة من الناس لا يتعين عليكم جميعا أن تنكروا في وقت واحد المقصود هو إزالة المنكر فإذا كان يزول بإنكار واحد من هذه المجموعة سقط الإثم عن الباقي فكذلك إذا وجد عدد من الناس يصلحون للقضاء لم يتعين على واحد منهم. لكن قد يوجد في بعض البلدان او احيانا في بعض الازمان في بلد كامل قله في العلماء وشح في المؤهلين للقضاء بحيث لا يصلح له إلا أفراد معدودون ولا يوجد غيرهم يصلح لهذا. فيجب عليهم يتعين عليهم القيام بهذا الواجب يصبح تولي منصب القضاء بالنسبة لهم فرض عين عليهم وليس فرض كفاية لأنه لم يوجد غيرهم يستطيع أن يقوم بهذا الواجب كما هو الحال الآن في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله الآن أصبحت فرض عين على كل قادر كل قادر لأن كل العاملين في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والنصح للناس كل هؤلاء العاملين في هذا المجال لا يستطيعون إتمام هذا الواجب العظيم الذي كلفنا الله سبحانه وتعالى به وجعله سبب خيريه هذه الأمه، كنتم خير أمه أخرجها الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فأصبح الأمر والنهي والدعوه إلى الله واجبا على كل مكلف قادر بحسب علمه وقدرته وما أتاه الله عز وجل. هذا نفس الشيء ولهذا قال ويجب على من يصلح له يتوفرت فيه شروط القضاء اذا طلب هذا الشرط الاول ولم يوجد غيره يعني صالحا للقضاء هذا الشرط الثاني يجب عليه الاجابه اليه ولا يجوز له ان يعتذر لا يجوز له ان يعتذر ولهذا فما كان يحصل ولا يزال من اعتذار بعض طلاب العلم المؤهلين والاقوياء والصالحين للقضاء عن تولي منصب القضاء والتحايل على التفلت من هذا الواجب يجعلهم والله في خطر عظيم ويخشى ان يكونوا آثمين وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا تجد واحد منهم يقول اريد السلامه ومنصب القضاء خطير وقاضيان في النار وقاض في الجنه لكن نحن نقول ان هذا يشبه التولي يوم الزحف والله عز وجل قال ألا في الفتنة سقطوا تريد أن تفر من الفتنة وأنت تقع فيها يا أخي الفتنة أن تترك ما أوجب الله عز وجل عليك هذه الفتنة هذه هي الفتنة فيجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن ينظر فيما يجب عليه تجاه شرع الله عز وجل وما ينجيه من عذاب الله غدا ليست السلامة يا أخوان دائما هي في الترك والانعزال عن الناس. كلا بل احيانا يكون القيام بهذا الفعل ومخالطه الناس والصبر على ذاهم واجبا عينيا عليك لا يسعك ان تتركه. لا يسعك. ولهذا سبحان الله يقول رب العزه سبحانه يا بني اقم الصلاه وامر بالعرف و... يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف ونع المنكر واصبر على ما اصابك. ان ذلك من عزم الامور. يا اخوان ما من داعي الى الله وامر وناهي الا يجد من الاذى والظلم والجهل الشيء الكثير. هل نقول والله هذا مبرر يا أخي السلامة أن تترك الأمر والنهي عليك نفسك ودع عنك أمر الناس وربما بعضهم بسبب جهل قد يقول أو يحتج بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم سبحان الله فيؤول الآية على غير وجهها عليكم أنفسكم معناه كما قال الله لا يضركم من ضل إذا اهتديتم لو ضل الناس كلهم فلا تضل معهم عليك نفسك ولا تنظر إلى من هلك كيف هلك ولكن انظر إلى من نجا كيف نجا ولا تغتر بكثرة الهالك هذا معنى الآية ولهذا قرأها أبو بكر رضي الله عنه في خطبة خطبها يوما فقال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير وجهها يعني تؤولونها على غير المراد بها وإني سمعت يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلا يأخذ فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه لم ينكروا هذا المنكر ويوقفوا الظالم عند حده أوشك أن يعمهم الله بعقاب طيب يعاقبهم الله على ترك مستحب أو مباح أو هذا دليل على أنهم تركوا واجباً هو الامر والنهي والاخذ على يد الظالم قال وان وجد غيره فالافضل تركه ان وجد غيرك من المؤهلين للقضاء فالافضل ان تتركه لما فيه من البلاء وتعريض النفس للفتنه او الوقوع في الظلم لان الرسول عليه الصلاه والسلام صح عنه انه قال القضاة ثلاثة فقاضيان في النار وقاض في الجنة أما الذي في النار فهو القاضي الجاهل الذي حكم على جهل فظلم فهو في النار والثاني علم الحق فتركه فهو في النار يعني قضى بخلافه والعياذ بالله الأول ظلم في في أو جار في حكمه بسبب الجهل والثاني جار في الحكم بسبب الهوى نسأل الله العافية والله تعز وجل يقول يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله قال وأما الذي في الجنة فهو الذي عرف الحق وقضى به وقضى به وصح عنه عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري أنه قال لا يسألن أحدكم الإمارة فإنها حسرة وندامة يوم القيامة. فعلا يعني هي محل فتنة سواء كان في القضاء أو غيره من تولي أمور الناس. فإن عدلت واتقيت الله عز وجل واجتهدت فاعلم أنك على خير عظيم وأجرك عند الله جليل والنبي عليه الصلاة والسلام قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، اول واحد ذكر منهم الامام العادل سبحان الله الامام العادل مع ان الولايه العظمى يا اخوان هي اخطر من القضاء يحكم في كل الامه لكن ان عدلت فانت في خير المنازل وارفع الدرجات الله اكبر لكن بهذا الشرط العدل وصح عنه عليه الصلاه والسلام انه قال ان المقسطين على منابر من نور يوم القيامة الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا على منابر من نور بشرط العدل بشرط العدل إذا إذا وجد غيرك ممن يصلح للقضاء وقام به فالأفضل أن تنجو بنفسك والسلام لا يعدلها شيء لكن اذا لم يوجد غيرك وجد من لا تحصل بهم الكفايه فيكون تولي منصب القضاء بالنسبه لك بالنسبه لك فرض عين عليك فان اعتذرت او تحايلت على الاعتذار والتنصل من هذا الواجب فانت آثم والعياذ بالله قال ومن شرطه اي من شرط تولي منصب القضاء يعني من شرط القاضي من شرط القاضي الذي يتولى منصب القضاء ان يكون رجلا اذن هذا الشرط الاول ان يكون ذكرا فان كانت انثى لم يجز لها ان تتولى منصب القضاء ولا يصح قضاؤها والدليل على هذا الشرط ما ثبت في صحيح البخاري وغيره ان بنت كسرى لما توفي ابوها او قتل تولت الحكم بعده واصبحت ملكه الفرس فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لن يفلح قوم ولوا امرهم امراه وفي بعض الروايات انه جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام رجل من فارس فلما جلس ذلك الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم له ولم يكن يعلم بان ملك الفرس قتل انه كان مسافرا قال ان ربي قد قتل ربك ان ربي سبحانه وتعالى قد قتل ربك يعني ملك الفرس ثم اخبر النبي عليه الصلاه والسلام بعد ذلك انهم ولّوا عليهم بنت كسرى فقال عليه الصلاه والسلام: لا يفلح قوم ولّوا امرهم امراه. وهذا القول هو قول عامه العلماء. قول عامه العلماء بل تجوّز بعضهم حكاه اجماعا ولكن الصحيح ان فيه خلافا لدى بعض الحنفيه فاجازوا تولي المراه منصب القضاء وحملوا الحديث المذكور على الولايه العامه مطلقه امره المؤمنين واما ما دونها فلم يرد فيها نص صريح ينهى عن ذلك وان كان بعض الحنفيه انكروا هذا القول مطلقا وقالوا لا يصح هذا لا عن ابي حنيفه ولا عن احد من تلاميذه وجمهور اهل العلم بل عامه العلماء الذين يشترطون الذكور ويحرمون تولي المراه منصب القضاء قالوا ان القاضي نائب عن الامام الاعظم ووكيل عنه وللوكيل حكم الاصيل للوكيل حكم الاصيل مع ان الحديث عام قال لن يفلح قوم ولوا امرهم امراه والقضاء ولايه عامه القضاء ولايه عامه فتدخل في عموم الحديث بغض النظر عن سبب وروده لان العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هي القاعده الاصوليه الشرط الثاني ان يكون حرا فان كان عبدا مملوكا لم يصح توليه للقضاء وهذا قول جمهور اهل العلم قالوا لامرين الامر الاول ان العبد منقوص بالرق منقوص بالرق فلا يصلح ان يكون قاضيا والثاني ان العبد مشغول بمصالح سيده وخدمه سيده فكيف سيكون فكيف سيقدر على القيام بمنصب القضاء وذهب بعض اهل العلم الى ان الحريه ليست شرطا بل يجوز ان يكون العبد الرقيق قاضيا يجوز ان يكون قاضيا بشرط ان ياذن له سيده بذلك لان العبد مملوك لسيده ومصالحه محبوسه لمصلحه سيده وطاقاته وخدماته فاذا اذن له سيده فما المانع من توليه للقضاء قالوا ويدل لذلك ايضا ويؤكد انه لم يرد في كتاب ولا سنه نهي عن تولي العبد الرقيق لمنصب القضاء وقد وجد في التاريخ الإسلامي عبيد أرقاء تولوا هذا المنصب ثم دليل ثالث هنا أو رابع وهو أن أن العبد الرقيق يجوز أن يكون مفتيا بالإجماع بل كان عدد كبير من كبار العلماء وإمة الهدى من هؤلاء الأرقة مثل الحسن البصري هذا الإمام الجهبد والعالم الجليل ومثل عطاء بن أبي رباح وهو من سادة التابعين رحمه الله ورضي عنه بل كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لا يفتي أحد في الحج إلا عطاء بن أبي رباح كان عبداً رقيقاً دميم الخلقة رحمه الله لكن لم يضره الرجال مخابر وليسوا مظاهر وكذلك سالم مولى ابي حذيفه ايضا من العلماء المعروفين من رواه الحديث الكبار وغيرهم كثير فكما انه يجوز ان يكون مفتيا فيجوز ان يكون قاضيا لان القضاء مثل الافتاء في تبيين الحكم الشرعي اللهم إلا في مسألة الإلزام والإلزام يأتي بالتولية فما دام ولاه الإمام معينه صار من حقه أن يلزم الناس بحكم الله عز وجل الذي يراه ولهذا فالراجح والقول الثاني أن الحرية ليست شرطا لصحة تولي منصب القضاء فيجوز أن يكون القاضي عبدا رقيقا بشرط أن يأذن له سيده بذلك قال مسلما نعم لا يصح للكافر أن يحكم بين المسلمين في بلاد الإسلام لأن الإسلام شرط للعدالة والعدالة من شروط صحة القضاء والكافر لا يؤمن أيضا أن يحكم بالجو والظلم لأنه غير مسلم غير مسلم وهذا بالإجماع لا خلاف فيه لكن لو كان الإنسان في بلد كافر ويحكم فيه بغير في شرع الله كما هو حال الاقليات المسلمه اليوم في اوروبا وامريكا وروسيا وكثير من الدول الافريقيه وغيرها فهل يجوز التحاكم الى القضاء غير الشرعي غير الاسلامي وهل يجوز تحكيم هؤلاء القضاه غير المسلمين او التحاكم اليهم الجواب ان الاصل انه لا يجوز التحاكم الى هذه المحاكم غير الاسلاميه هذا الاصل وقد انكر الله عز وجل في ايات كثيره على المنافقين انهم اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ابوا وامتنعوا ورضوا بحكم الطاغوت وانتم تعرفون الايات الكثيره والاحاديث الكثيره التي وردت في تحريم التحاكم الى غير شرع الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينه ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وأن يحكم بينهم بما أنزل الله فالواجب التحاكم إلى شرع الله هذا من حيث المبدأ أمر مسلم لا خلاف فيه قالوا إلا في حال الضرورة فالضرورات تبيح المحظورات فإذا كان الإنسان في بلد غير إسلامي ولم يستطع الحصول على حقه إلا بالذهاب لهذه المحكمة غير الشرعية غير الشرعية والتحاكم إلى هذا القاضي غير المسلم فهنا لا تثريب عليه لأن حفظ الحقوق والمصالح واجب حفظ الحقوق والمصالح واجب فما دام لم تطب نفسه في ذهاب هذا الحق عليه فله أن يتحاكم إلى هذه المحاكم للضرورة ولكن إذا حكم له هذا القاضي بحكم يخالف شرع الله فلا يجوز له أن يأخذ به فلا بد إذن أن يكون هذا الحكم قائما على العدل وموافقا للشرع وموافقا للشرع ومثال ذلك إنسان باع بيتا له أو سيارة على شخص في إحدى هذه الدول المذكورة غير الإسلامية ولما أخذ البائع السيارة رفض أن يعطيه قيمتها أو بعض قيمتها وحاول به وعجز ولم يجد بدا إلا أن يرفع أمره إلى القضاء نقول لا تثريب عليك تترك حقك يضيع ارفع أمره إلى القضاء ولو كان غير شرعي ليست وإن كانت محكمة غير إسلامية فيرفع الشكوى إلى القاضي فإذا حكم له بالعدل وذلك برد القيمه اليه ابرد سيارته اليه فالحمد لله حكم له بالعدل الذي يوافق الشرع فلا حرج في ذلك اما لو حكم له حكما غير شرعي يخالف الشريعه فان هذا الحكم لا يبيح له ما حرم الله عز وجل لا يبيح له ما حرم الله عز وجل ولهذا نحن ننصح اخواننا في بلاد الاقليات اذا حصل بين هؤلاء المسلمين خصومات واختلاف أن يحكم المركز الإسلامي سواء إمام المركز إن كان فقيها أو مدير المركز إن كان فقيها قادرا على الحكم أو يحكم رجلا خارج المركز الإسلامي من العلماء المسلمين أو من أهل الخبرة والثقة والأمانة كما لو كانت المسألة تجارية والأمر فيها واضح حتى يحكم بينه فإن لم يرضى المحكوم عليه بهذا الحكم وأعاند وأصر ولم يجد المظلوم إلا أن يرفع أمره إلى المحاكم غير الإسلاميه نقول نعم لا حرج عليك ولا إثم لأجل الضروره لكن بالشرط الذي ذكرت وهو أن يكون حكم القاضي غير المسلم موافقا لحكم الشريعه موافقا حكم الشريعة قائما على العدل. أحيانا أيضا يكون الخلاف بين مسلم وغير مسلم. وإذا طلبت منه أن أن تتحاكم إلى مسلم رفض. فليس لك بد من رفعه للمحكمة الموجودة في هذا البلد الكافر لأجل أخذ حقك. لأجل أخذ حقك والله المستعان. قال سميعا من شروط القاضي أن يكون سميعا. حتى يسمع الدعاوى والبينات وكذلك الرد من المدعى عليه ويستطيع التفاهم مع الناس فان كان اصم لا يسمع فانه لا يصح ان يكون قاضيا لا يصح ان يكون قاضيا وهذا الذي عليه عامه العلماء وذهب بعض العلماء الى ان هذا ليس بشرط لانه بامكانه ان يسمع الدعوه كتابة وينظر فيها ثم يحكم بالحكم كتابه فيحصل المقصود ونقول نعم صحيح ولهذا الراجح القول الثاني لكن لا ينبغي ان يولى الاصم لان توليه الاصم فيه تاخير للقضايا واتعاب للناس فتفهيمه ليس كتفهيم الانسان السميع البصير المتكلم لكن من حيث الجواز لو فعلا حكم في قضيه اول لا هو الامام لعلمه وسعه علمه وذكائه وقدرته فحكمه نافذ وصحيح فليس السمع شرطا لصحه القضاء بل هو شرط استحباب شرط استحباب من باب الاولى قال بصيرا فان كان اعمى لا يصح ان يكون قاض ان يكون قاضيا وهذا ايضا قال به جمهور اهل العلم وذهب بعض اهل العلم وهو الصحيح الى ان هذا ليس بشرط لأن القاضي قد يكون أعمى ولكنه مفتوح البصيرة ذكي الفؤاد سريع البديهة وكثير من هؤلاء العميان من طلاب العلم أحد ذكاء وأقدر على فهم القضايا والفصل فيها من من كثير من المبصرين من كثير من المبصرين وهذا شيء مشاهد في الواقع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه كان كفيف البصر قبله الشيخ ابن حميد وكان رحمه الله اشد اشد يعني ذكاء واسرع بديهه واقدر على القضاء بل كان هو رئيس مجلس القضاء الاعلى رحمه الله وهو كفيف وهو كفيف احيانا يكون الشخص كفيفا كفوف البصر لكن عنده من الذكاء وسرعة البديهة وقدرة على الفهم والتمييز بين الأصوات والأشخاص ما لا يوجد عند كثير من المبصرين فقدرته على التمييز وعلى الفهم وعلى التفاهم مع الخصوم السماع منهم والرد عليهم تجعل البصر ليس شرطا لصحة القضاء بل يجوز أن يكون القاضي أعمى قال اشترط أن يكون متكلما فإن كان أبكما أخرسا لا يتكلم لكنه مبصر ويسمع وإن كان الغالب سبحان الله في الـ الـ الأبكم أنه لا يسمع ويكون ضعيف السمع قد يكون هذا رحمة لأنه قد يسمع شيئا يكدره ولا يستطيع أن يرد وينتقم ينتقم ممن هذا، لكن قد يوجد إنسان أخرس لأنه مقطوع اللسان مثلا أو حصل له آفة بلسانه والسمع لا يزال موجودا والبصر المصنف رحمه الله يقول مثل هذا الأب كامل الذي لا يستطيع الكلام لا يجوز أن يكون قاضيا لا يصح أن يكون قاضيا لأنه جعل هذا شرطا من شروط صحة القاضي من شروط صحة القضاء أو من شروط القاضي وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا دليل على تحريم أن يكون القاضي أبكم وتحريم قضاء الأبكم فيصح أن يكون القاضي أبكم وقالوا يشترط في هذا لو ولي أن يكون قادرا على التفاهم مع الخصوم بالكتابة أو بالإشارة بالكتابة أو بالإشارة مثل ما ذكرنا في الأصم فإن حصل هذا وحكم في قضية فحكمه نافذ حكمه نافذ سواء في منصب القضاء الذي يوليه الإمام أو صار في التحكيم بين شخصين ارتضى في تحكيمه وهو عالم قادر على القضاء فيكون حكمه صحيح قال يشترط أيضا أن يكون القاضي عدلا أن يكون القاضي عدلا والعدالة خلاف الفسق خلاف الفسق فلا بد في القاضي أن يكون عدلا لأنه إن كان فاسقا غير عدل فلا يؤمن أن يحيف وأن يظلم وهو قد وضع لي العدل بين الناس والفصل بين المتخاصمين طيب ما ضابط العدالة اختلف فيها الفقه رحمهم الله خلافا طويلا وأشهر ما يقال في العدالة أنها تمام الدين والمروءة تمام الدين قالوا ان يكون قائما بالواجبات والمستحبات تاركا للمحرمات والمكروهات. والمروءة ان يفعل ما يزينه وان يترك ما يشينه من الاقوال والافعال. ومثل هذا الانسان قد يكون من النوادر في زماننا اليوم. قائما بكل الواجبات والمستحبات وتاركا لكل المحرمات والمكروهات. ثم ايضا تمام المروءة والمروءة أن يفعل ما يجمل به ويزينه وأن يترك ما يقبح به ويشينه فالعدالة عندهم تمام الدين والمروءة وهذا لو أخذ به لكان أكثر القضاة اليوم غير صالح للقضاء الله المستعان ولهذا في الصحيح أن العدالة تختلف باختلاف الزمان والأحوال والأمكنة فهي شيء نسبي شيء نسبي وتختلف اختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال كما ذكرت فيختار للقضاء أمثل الناس وأفضلهم قدر الاستطاعة ولو كان عند هذا القاضي شيء من التقصير أو الفسق بترك بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات أو المكروهات فيختار الأمثل فالأمثل قدر الاستطاعة مثل الإمامة في الصلاة ومثل الإمامة الكبرى الولاية العظمى لو اشترطت مثل هذه الشروط ربما لا تجد من يقوم بهذا الواجب الشرعي فيختار الأفضل والأمثل قدر الاستطاعة المهم ألا يكون ظاهر الفسق مجاهرا بالمعصية وأن يعرف عنه العدالة والأمانة والثقة وإن وجد عنده بعض المنكرات وأنتم تعرفون أن كثيرا من القضاة المسلمين في الديار الإسلامية إذا استثنيت منها ولله الحمد هذه الدولة المباركة تجد كثيرا منهم يشرب الدخان ويحلق اللحية ويسبل الثوب وربما يسمع الأغاني وأشياء يعني منكرة وظاهرة فلو قلت ان هؤلاء ليسوا عدولا لابطلت لا احكاما كثيره والناس بزمانهم اشبه فنقول يعني المهم الا يعني يكون ظاهر الفسق والفجور وان يكون معروفا بالامانه والثقه بحيث يحكم بين الناس بالعدل قال ايضا يشترط ان يكون عالما فان كان مقلدا فهذا لا يصلح للقضاء ولا للفتية فلا بد أن يكون عالما بأصول الحكم والقضاء وبما يقضي به ويحكم والاجتهاد كما يقول العلماء يتجزأ ومن رحمة الله عز وجل على القضاة في هذا العصر أن القضاء أصبح فيه تخصيص زماني ومكاني وموضوعي في الزمان الأول إلى عهد قريب كان القاضي يحكم في كل القضايا أما اليوم أصبح عندنا محاكم للأحوال الشخصية كما يسمونها محاكم الضمان والأنكحة وهناك محاكم ل للمحا... يسمون المحاكم الجزئية تنظر في القضايا الصغيرة اليسيرة وهناك محاكم كبرى وهناك محاكم أيضا لقضايا السيارات ومحاكم لقضايا العمال وأشياء كثيرة والحمد سهلت على القضاة فنقول لهذا القاضي أنت عينت مثلا في محكمة الأحوال الشخصية أحكام الأسرة والمواريث وما يتعلق بها يجب عليك أن تكون مجتهدا في هذه القضايا حتى تحكم بين الناس بالعدل وتبري ذمتك تبرئ ذمتك فمعنى قول عالما أن يكون مجتهدا والاجتهاد كما ذكر قد يكون اجتهادا مطلقا في كل القضايا وقد يكون اجتهادا جزئيا فإن كان مقلدا لا يحكم إلا برأي شخص واحد فهذا لا يجوز أن يكون قاضيا لأن تقليده لعالم من العلماء على غير هدى وغير بينة ولا دليل سيقع يوقعه قطعا في الخطأ لأن العالم مهما على كعبه في العلم ليس معصوما وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يكون عالما ثم إن الجاهل أيضا أو المقلد لا يجوز أن يفتي والفتوى أهون من القضاء لأن القضاء فيه إلزام بخلاف الفتوى فيتبيه الحكم الشرعي دون إلزام به فإذا كان لا يجوز للمقلد لل أن يكون مفتيا فلا يجوز أن يكون قاضيا من باب أولى وأحرى نعم قال المصنف رحمه الله وإياه ولا يجوز له أن يقبل رشوة ولا هدية ممن لم يكن يهدى إليه يهدي إليه ممن لم يكن يهدي يهدي يوهن. اليه. احسنت. ولا يجوز له يعني للقاضي ان يقبل رشوة. هذه يعني جاء بها بعد قوله عدلا لان اخذ القاضي للرشوة يقدح في عدالته، دليل على فسقه وفجوره والعياذ بالله. وفي الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال: لعن الله الراشي والمرتشي. الراشي هو الذي يدفع الرشوة والعياذ بالله ليقضى له بغير العدل، غير الحق. والمرتشي هو الذي يقبلها فالمرتشي ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يصح ان يكون قاضيا ولهذا اختلف العلماء لو كان القاضي عين باعتباره عدلا ثم ثبتت عليه الرشوه هل يجوز ان يبقى في القضاء او لا يجوز بعضهم قالوا لا زالت عدالته ثبت انه غير عدل فيجب ان يعزل عن القضاء وأيضا تأديبا له وردعا لأمثاله ممن تسول له نفسه أن يفعل مثل فعله وبعضهم قالوا هو الصحيح إذا ثبت التوبة وظهر ندمه على ما حصل منه وثق به فلا بأس أن يبقى ويعتبر حكمه نافذا يعتبر حكمه نافذا وإن رأى ولي الأمر أن المصلحة تقتضي عزله تأديبا له وردعاً لأمثاله فهذا يعزله لكن لو رأى بقاءه بحيث يظهر ندمه ويكون في حالة ضعف ثم ندم و فعلا تبين لنا أو ظهر لنا من حاله أنه لن يعود فلا بأس به بقائه قاضيا لكن لا شك أنه آثم أنه آثم بأخذ الرشوة قال ولا يجوز له أن يقبل هدية ممن لم يكن يهدي إليه نعم إذا هذه المسألة فيها تفصيل إن أهدى له شخص كان من عادته أن يهدي إليه قبل أن يولي قبل أن يولى منصب القضاء فيجوز له أن يأخذها والسنة أن تكافئ على الهدية بمثلها وأكثر منها النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية ويثيب عليها فإذا كان هذا الشخص الذي جاءك بهدية وأنت قاض كانت بينك وبينه صحبه او قرابه او جيره من جيرانك وكان من عادته ان يهدي اليك خاصه في المناسبات كالاعياد ونحوها او الشفاء من مرض ونحو ذلك فلا باس ان تقبل هديته لانه لم يهدي اليك بسبب منصبك او استماله لقلبك حتى تحكم له لو عرضت قضيه له عندك وإنما هذه عادة معتادة بينك وبينه قبل القضاء وبعده قبل القضاء وبعده فلا حرج أما إذا أهدى لك شخص ليس من عادة أن يهدي إليك فلا يجوز لك قبول هديته سواء كانت له قضية عندك وقت الإهداء أو لم يكن لأن إهداءه لك بعد توليك هذا المنصب سواء كنت قاضياً أو أميراً أو مديراً أو غيره معناه انه يريد استماله قلبك وان يكون له يد عندك فاذا احتاجك يوما من الدهر داهنته لاجل تلك الهديه فهنا تكون الهديه في هذه الحال رشوه ولهذا نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن هدايا العمال يعني المسؤولين والمدراء والقضاه وقال هدايا العمال غلول مثل الغلول من الغنيمه مثل السرقه من الغنيمه والله عز وجل يقول من يغل يأتي بما غل يوم القيامة ويدل لهذا حديث ابن اللتبية في الصحيحين لعلكم تعرفونه جميعا النبي عليه الصلاة والسلام كلف رجلا اسمه ابن اللتبية ليجمع أموال الزكاة فذهب رضي الله عنه وجمعها على الوجه الشرعي وأهدي إليه هدايا من قبل أهل الزكاة بعد ان اخذ منهم الزكاه الواجبه فلما رجع الى المدينه دفع الصدقات الى النبي عليه الصلاه والسلام واخذ بعضها له بعض ما في يده وقال هذا لكم يا رسول الله وهذا اهدي الي وهذا اهدي الي هو صادق ليس من الزكاه فغضب النبي عليه الصلاه والسلام غضبا شديدا وقام خطيبا في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال ما بال احدكم نوليه على العمل من اعمالنا ثم ياتي ويقول هذا لكم وهذا اهدي الي الا جلس في بيت ابيه وامه فينظر هل يهدى اليه ام لا <applause> سبحان الله كلام عجيب واضح يعني هذه الهديه كيف جاءتك لماذا اهدى اليك الناس هذه الهدايا؟ لانك انت العامل على الصدقه، انت ستاخذ منهم الزكاه وهذا غالبا سيؤثر في قلبك وسوف تداهنهم من حيث تشعر او لا تشعر. فالذي يهدي اليك سيكون له حظوه عندك اكثر ممن لم يهدي اليك. فقطع النبي عليه الصلاه والسلام الطريق على الشيطان بحيث لا تكون هذه الهدايا رشوه يرشى بها العمال باسم الهديه. باسم الهدية والعبرة كما هي القاعدة الشرعية بالحقائق والمعاني لا بالالفاظ والمباني فلم يغير من شرب الخمر وتحريمها تسمية الناس لها بانها مشروبات روحية اسم رائع ما شاء الله كانت تغذي الروح وهي خمر وهي خمر قال ألا قعد في بيت أبيه وأمه فينظر هل يهدى إليه أم لا ثم قال لا أرين أحدا منكم غدا يوم القيامة يأتي وعلى ظهره بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيار نسأل الله العافية وانظر يعني في زمانهم يكون أقصى ما يهدى إليهم بعير أو شاة أو بقرة ماذا لو رأى النبي عليه الصلاة والسلام زماننا اليوم وناس يأكلون المليارات والملايين مع الأسف الشديد باسم الهدية والعمولة ودهن السير كما يسمونه قاتلهم الله أن يوفقوا هذا من أعظم صور أكل الأموال الناس بالباطل والفساد المالي والإداري الذي هو من أكبر أسباب تأخرنا نحن العرب على وجه الخصوص ونسأل الله أن يصلح الأحوال اقرأ ولا الحكم قبل معرفه الحق فان اشكل عليه شاور فيه اهل العلم والامانه ولا يحكم وهو غضبان ولا في حال يمنع استيفاء الراي ولا يتخذ في مجلس الحكم بوابا ويجب عليه العدل بين الخصمين في الدخول عليه والمجلس والخطاب نعم يقول لا يجوز للقاضي ان يحكم في قضيه قبل معرفه الحق لا يجوز له الحكم بمجرد الظن يجب ان يتروى ويتريث ويمعن النظر في المساله ويراجع كلام اهل العلم حتى وايضا يستوفي البينات والقرائن قدر الاستطاعه فان اشكل عليه الامر بعد كل هذا ما يزال في نفسه شيء ولم يتبين له وجه الحق في هذه القضيه فهنا كما قال المصنف فان اشكل عليه شاور فيه اهل العلم والامانه يرجع الى العلماء من القضاه وغيرهم ويستشيرهم في هذه القضيه ويرجع الى كبار العلماء بل العلماء نصوا على ان كل قاض ينبغي ان يكون له مجلس شورى يرجع اليهم فيما اشكل عليه من قضايا ويكون مجلس الشورى مكونا من كبار العلماء والفقهاء والعارفين باحوال الناس وبالشرع فيستشيرهم في كل ما أشكل عليه حتى يبرئ ذمته ويتقي الله عز وجل ما استطاع قال ولا يحكم وهو غضبان أيضا لا يجوز للقاضي أن يحكم وهو في حال قد تمنعه من الحكم بالعدل كأن يكون غضبانا فالغضبان سيتأثر مزاجه وعقله وربما يحكم بمعاقبه شخص او تغليظ العقوبه عليه بسبب الغضب ولو كان هادئا قد سكت غضبه لما حكم بمثل هذا الحكم فيكون وقع في الظلم والعياذ بالله فاذا كان غضبانا خرج من مجلس الحكم حتى يسكن غضبه وتهدا نفسه ثم بعد ذلك يحكم في القضيه والنبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يحكم القاضي وهو غضبان ويقاس عليه كل حال تمنع القاضي من استفاء الراي والحكم بالعدل كما قال المصنف ولا في حال يمنع استفاء الراي ومثال ذلك ما لو حكم وهو مريض قد اثر فيه المرض وهده فهذا ايضا المريض يا اخوان يكون عنده من ضيق الصدر والتأفف والتبرم بالخصوم والكلام مع الناس ما يؤثر على حكمه فتضيق نفسه بسبب المرض ويتشوش يتشوش مزاجه فلا يجوز له ان يحكم في هذه الحاله بل يؤجل القضيه حتى يشفى ويخف مرضه كذلك من الصور التي يكون فيها مشوش الفؤاد مشتت الذهن متغير المزاج ما لو كان جائعا جوعا شديدا او عطشانا عطشا شديدا لا يجوز له ان يحكم ايضا لانه يريد ان يفرغ وينتهي على عجل حتى يذهب ليسد جوعه او يبل ريقه بالماء فلا يجوز له ان يتعجل في الحكم ويحكمه على هذه الحال وكذلك ما لو كان حاقنا يدافع الاخبثين لا يجوز له ان يحكم في هذه الحال وكذلك لو كان مهموما حزينا مكتئبا بسبب مصيبة حلت به لا يجوز له أن يقضي لأن هذا سيحمل أحيانا على عدم استيفاء النظر في القضية بسبب حالته غير السوية وربما يحمل على ظلم الخصوم وإساءة التعامل معهم فيقع في الظلم فيتقي الله عز وجل فلا يجوز له أن يحكم في هذه الحال قال ولا يتخذ في مجلس الحكم بوابا، لا يجوز أن يجعل حاجبا، أو بوابا يمنع الناس من الدخول عليه لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاتخذ حاجبا دون حاجاتهم وخلاتهم وفقرهم كان الله حاجبا له دون حاجته وخلته وفقره نعوذ بالله من هذه الحال فلا يجوز الإنسان ما دام أنه نصب للقضاء لأجل حل مشاكل الناس والفصل بينهم لا يجوز له أن يرد الناس عن الدخول عليه لأن يعني هذا خيانة للأمانة كونك تجلس على مكتبك لقضاء مصالحك الخاصة ولكي ينام ولكي يعني يروح يعني عن عن نفسه بمشاهده في شيء او قراءه الصحف او نحوها والناس عند بابه يحتاجونه لقضاء مصالحهم والفصل في خصوماتهم هذا لا يجوز لا يجوز قال العلماء الا لضروره او حاجه ظاهره مثل ان يخاف على نفسه من بعض الخصوم الظلم ان يعتدي عليه بقتل أو, أو ضرب أو جرح أو نحو ذلك فهنا لا بأس أن اتخذ حاجبا كما اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام حاجبا يوم الحديبية جعل المغيرة بن شعبة رضي الله عنه على رأسه وهو قادة المسلمين الكبار الشجعان المعروفين كان عن ألف رجل كان على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه سيفه فإذا وجد مثل هذه الحالة فلا بأس باتخاذ الحاجب والحراس وهذا من اخذ الحيطه والحذر ومن الكياسه والاخذ بالاسباب احيانا ايضا اتخذ الحاجب حتى لا يدهمه الناس ويريد ان يتفرغ لكل حاله على حده فيمنع الـ الـ ان يدخل عليه الخصوم دفعه واحده ويبدا بهم واحدا تلو الاخر هنا لا باس ان اتخذ حاجبا او حارسا لاجل التنظيم والترتيب ويجب عليه العدل بين الخصمين في الدخول عليه والمجلس والخطاب هذا أعظم واجب على من ولاه الله عز وجل أمرا من أمور المسلمين العدل الذي قامت به السماوات والأرض ولأجله جاءت كل الشرائع السماوية وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان لماذا؟ ليقوم الناس بالقسط دلت الآية على أن كل الرسل إنما أرسلوا وكل الكتب السماوية إنما أنزلت لأجل إقامة القسط بين الناس سبحان الله والحاكم إنما جعل لأجل تطبيق شرع الله الذي يحصل به العدل والقسط بين الناس وكما قال الله عز وجل قل أمر ربي بالقسط وكما قال سبحانه وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وكما قال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس قال إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق فلا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إذا واجب على القاضي أن يحكم بين الناس بالعدل، وكما قال الله وإذا حكمت بينهم وإذا حكمت بين الناس فاحكم بينهم بالعدل. وأن احكم بينهم بالعدل، والآيات والأحاديث في هذا كثيرة ومعروفة. إذا واجب عليه أن يتقي الله عز وجل في هؤلاء الخصوم. ويجتهد في العدل بينهم في مجلسه وفي إجلاسهم بين يديه وفي نظراته إليهم وفي كلامه معهم وفي سماع دعواهم ودفوعاتهم وردودهم ودفوعاتهم وردودهم ثم في الحكم بينهم بعد استيفاء سماع الدعوة والبينات والقرائن وهذا محل إجماع بين الفقهاء ودلت عليه الآيات والأحاديث التي أشرنا لبعضها قبل قليل ويدل عليه رسالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري في كتابه المعروف ويعتبر وثيقة من أعظم وثائق القضاء وذكر فيها أهم أحكام القضاء ومما قال له رضي الله عنه آسي بين الناس يعني واسي بينهم في مجلسك ونظرك وعدلك فلا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك هذا الواجب لا يأتي جاءك والله امير او وزير او وجيه فترحب به واهلا بابي فلان وحي الله الشيخ فلان او الامير فلان او الوزير فلان اترك كل هذه الالقاب خارج مجلس القضاء هو وأصغر الناس هذا الخصم الذي جمعه سواء تدعو كل واحد باسمه وبكنيته ولا تذكر له لقبا ولا تميز على خصمه بمجلس فتعطيه الكرسي الوثير وتترك ذاك ذاك يجلس على كرسي أصغر منه وعلى الأرض أو هذا يكون قاعدا وذاك يظل قائما لا يجوز لك أو توجه حديثك إلى هذا الوجيه الكبير وتنسى الآخر أو ذاك يعني الأميرة والوجيه تحدثه بلطف ورقة والآخر تتفحش له بالقول وترفع عليه صوتك لا يجوز هذا كله من الظلم دعك من الحكم الآن لم يأتي يجب أن يشعر الخصمان أمامك بأنهما سواسية لا تفرق بينهما بشيء علي رضي الله عنه فقد في إحدى الغزوات درعا له ثم وجده بعد مدة عند يهودي عند يهودي وهو يعرف درعه رضي الله عنه فقال لي هذا درعي أعطني إياه قال ليس درعك يا أمير المؤمنين يهودي ليس مسلما يا أخوان يعني عيش الآن تح وهذا هو أمير المؤمنين هذا هذا يعني ملك ورئيس قال ليس درعك يا أمير المؤمنين قال بلى والله هي درعي فقال يا أصحابي من يعرف هذا الدرع قال ابنه الحسن أنا يا, يا أمير المؤمنين وقال مولاه قنبر ايضا انا اعرفه يا امير المؤمنين فاصر اليهودي قال ان اعطيك اياه حتى نترافع الى قاضيك شريح امير المؤمنين يجلس في مجلس القضاء مع يهودي سارق فدخل على شريح واجلسهما بين يديه ولم يقل يا امير المؤمنين رحمه الله ورضي عنه القاضي أجلس اليهودي بجانب علي سواسية فسمع الدعوة من علي قال أيها القاضي رحمك الله هذه درعي ضاعت مني فوجدتها عند هذا اليهودي وأبى أن يعطيني إياها قال ما قولك يا اليهودي قال هي درعي فليأتي ببينه وإلا فلا شيء له فدعا قنبرا عبده والحسن بن علي رضي الله عنه عن أبيه فشهد عنده فقال القاضي شريح شهادتكم مردودة فهذا ابنك وهذا عبدك اذهب فلا شيء لك لاحظوا قال اليهودي يعني هل تحلف بأن هذه ليست درعة علي قال أما الآن فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله هذه درعه أيها الشيخ سقطت منه فأخذتها وقد صدق انظر العدل يا أخي لو أن اليهودي حلف فعلا بأنها ليس الدرع علي لأخذها لا اليهودي ويبوء بإثمها فهذا هو الواجب وهذا الذي كان عليه الخلفاء والأمراء التاريخ الاسلامي نسال الله ان يصلح احوال المسلمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر في اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب